من كام يوم كنا بنتكلم وقلت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمن بيتحمله مش الحكومة بس، ومش بتتحمله القيادة بس، لا بيتحمله كل أفراد الشعب. كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. أنا بقول الكلام ده في وقت صعب قوي قوي، زي ما انتوا شايفين المنطقة بالكامل، يعني مش المنطقة بس، العالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي، واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والأوضاع اللي بتحدث في قطاع غزة. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في أكتوبر واحنا في حفل تخريج دفعة من ضباط الأكاديمية هنا، والنهاردة دلوقتي بعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع. يا ترى ال4 شهور دول او ال3 شهور وشويه اللي عدوا دول عدوا علينا بسهوله في مصر؟ واحنا كنا قبل منها بنواجه ازمه كورونا، وبعد منها الازمه الروسيه، وبعد منها الازمه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي يعني يمكن اقل حاجه ابتدت نتاثر بها كمان اكتر، اضافه للي كان موضوع مثلا الملاحه في البحر الاحمر. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناه والضغوط الاقتصاديه اللي موجوده في مصر، لا انا مقدرها كويس جدا، ومقدر اكتر صلابه المصريين، وده كلام مش معنوي او كلام انا بقوله لكم يعني عشان، لا والله أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، أكثر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. أوعى تفتكروا إن الأمور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات،